أعزائي المشاهدين، في بلاد طيبة ترك لنا الأسلاف الكثير من التراث الذي يحق لنا أن نفخر به، فرغم مرور الزمان دائما يبقى في الأذهان ما تعجز أن تطاله يد النسيان. حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقاتنا برنامج بلاد طيبة. نواصل ما ورد بمجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 28 فبراير 1944 من مكتبة والدي محمد فهمي، واقتربنا من نهاية العدد. الجزء دخلنا في الجزء الخفيف تحت عنوان لو أصبحت رجلا. الصحفي بيسأل ممثلات بيقول لهم يعني لو أصبحت رجلا بالنسبة لتعدد الزوجات كنت هتعملوا إيه؟ فإحنا هناخد بعض الشخصيات منهم. زوزو ماضي الممثلة قالت إني لو أنا أصبحت رجلا مش هفكر في الزواج إلا بعد أن أستعين برجولتي وقوة عضلاتي في تأديب ثقلاء الدم الذين يغازلون، ثم أتحول إلى الآنسة أم كلثوم فأغازلها وأغريها بأنني سأكون الزوج الوفي الذي يملأ قلبها بالسعادة إلى أن تقبل الزواج مني. ليه؟ لأنها سيدة شيك، تعرف كيف تختار الثوب الذي يناسبها، وخفيفة الدم ومحدثة بارعة. طيب، نجاة علي كلنا عارفينها بأغنيتها المشهورة في القلب هنا عيني أنا وعش الهوى المهجور، بتقول لن أتزوج، لن أعتقد أنني سأوافق على إلى زوجة من بين بنات الفن، فإنني الآن وأنا سيدة أعجب بالكثيرات منهن حيث الجمال الوجه والذوق في اختيار الملابس وما إلى ذلك، قد تختلف نظرتي إليهن عن نظرتي الآن، لذلك لن أجد من تناسبني، عليه أفضل أن أبقى أعزب. طيب، ميسيو كوكا، قالت ماري كويني لو تحولت رجلا فأني أبادر فورا باختيار نصف الحلو والتي يقع عليها اختياري، وهي كوكا، كوكا الممثلة الشهيرة في فيلم عنتر بن شداد، فهي تمتاز بسمرة خفيفة وعينين جميلتين وبساطة في كل شيء وصراحة محبوبة، وهذا يجعلها في نظري امرأة كاملة، وهي امرأة ثاقبة. طيب، تاني مرة برضو أم كلثوم، قالت رجاء عبده، رجاء عبده بتاعت أغنية البصة جي يشتكوا اللي مثلت مع عبد الوهاب فيلم ممنوع الحب، تعجبني أم كلثوم في كل شيء في طريقها الذي اختارته لنفسها فنجحت، ذوقها السليم وظرفها وخفة دمها، ولذلك فإني لن أفكر في الزواج من غيرها مع قبول كل شروطها. ليلى مراد، مين اللي اختارها بقى؟ رأي إبراهيم، رأي إبراهيم فيلم حكيم عيون مع محمد عبد الوهاب، شخصية اليهودية اللي هاجرت من مصر وراحت أمريكا. نتفق أنا وليلى مراد في الكثير من الميول والطباع، وقد يختلف طبع الرجل عن المرأة، فإذا تحولت رجلا وبقيت لي طباعي وميولي التي أنا عليها الآن فلن أتزوج إلا ليلى مراد، ومن ينافسني فأنا أعرف كيف أتغلب عليه. الله يديك الصحة والعافية، اختارتها يعني مقصودة مثلا. هوليود مصر الكواكب، كلنا عارفين الممثلة إحسان شريف، إحسان شريف أشهر أدوارها فيلم إشاعة حب،
بنت سلطح باشا، بنت سلطح بابا، لها صورة تبدو فيها وهي شابة جميلة جدا. تلقى الممثلة القديرة إحسان شريف نجاحا باهرا في رواية كلنا كده التي تقدمها الفرقة المصرية، قطع كل شك بأنها في الصف الأول من ممثلات مصر، لأنه جاء بعد نجاحها في الأدوار الأخرى بالفرقة بسؤالها عن سر نجاحها، قالت اسألوا جوزي، سألنا الأستاذ زكي طليمات فأجاب اسألوها هي، وما زال السؤال حائرا. زكي طليمات الرجل المسرحي القدير، برضه ليه أفلام سينمائية، مثل في فيلم وإسلاماه أحد ملوك الفرنجة، ومثل مع أم كلثوم في فيلم مش متذكره، وداد أو نشيد الأمل، وأشهر أفلامه في الفيلم بتاع يوم من عمري والد زبيدة ثروت. بقية الإخفاء، لأول مرة في تاريخ السينما المصرية يوفق أحد مخرجين الموهوبين الأستاذ نيازي مصطفى إلى إظهار خدعة سينمائية في فيلم تقية الإخفاء، مش اللي هو الفيلم بتاع عبد المنعم إبراهيم، لأ ده إخراج، ده إخراجه هو. وليه أفيش فيلم ممكن نشوفه هنا أو هنلاقيه في المجلة. ما كنا لنتصور أن مخرجا مصريا يستطيع إظهاره بهذه الصورة، فلقد طالما كان مثيل هذه الحيل يثيرنا في الأفلام الأمريكية التي من نوع لص بغداد والرجل غير المنظور، لا شك أن إقدام شركة عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار على إنتاج هذا الفيلم يعتبر خطوة جريئة موفقة. الفيلم غني بالمشاهد المشوقة والحيل المثيرة، ويطلع بأدوار البطولة في هذه القصة بشارة وكيم، محمد الكحلاوي، تحية كاريوكا، فردوس محمد، وهو من خير توزيعات نحاس فيلم. أخبار سريعة، كان الأستاذ محمد عبد الوهاب ينتظر حادثا سعيدا طوال الأسبوع الماضي، ماذكرش الحادث ده حصل ولا لأ. اقترح شاكر باشا أن تكون مواعيد انتهاء دور السينما مختلفة حتى يخف ضغط المتفرجين على عربات الترام أو المترو. والله راجل كويس. نشرت مجلة فوتو بلاي الأمريكية أن شارلي شابلن ينوي زيارة مصر وإيطاليا للترفيه عن الجنود. اعتزمت إدارة بلدية الإسكندرية اتخاذ إجراءات لمنع التدخين في قاعات السينما خلال عرض الأفلام. ده كويس، من سنة 44 عايزين يمنعوا التدخين في السينما. عندما كان النجم سبنسر تراسي في الثامنة من عمره كان يستيقظ مع الفجر لإطفاء مصابيح الشارع ويعود عند الغروب لإشعالها، كان يتقاضى عن ذلك أجر قدره 3 سنت، أي 6 مليم عن كل مصباح. سبنسر تريسي واحد من الممثلين الأمريكان المشهور في فترة الأربعينات، وليه أدوار تاريخية معروفة. تسبح الكوكب إستر ويليامز 6 ميل في الأسبوع لتحافظ على رشاقة جسمها. تتهيأ نقابة ممثلي المسرح والسينما لافتتاح ناديها الجديد. غطوا الأحداث بهذا الشكل. طيب، حكايات سمعتها. قلب الابن هي حكاية بشكل غريب جدا، إن ركب زوج وزوجته في قارب ومعهم أولاده لنزهة في نهر. فدي الراجل بيقول عليها إنها دي من واقع الحياة يعني. فهبت ريح، انقلب القارب، فأصبح الرجل في حيرة، أينقذ زوجته التي لا تعرف العوم، أم ينقذ أولاده الذين لا يعرفون العوم، أم ينقذ أمه التي لا تعرف العوم. فكر مليا وقال: أما زوجتي فأنني أستطيع أن أعوضه، وأما أولادي فإن تزوجته فأنني أستطيع أن أنجب مرة أخرى.
أما أمي فهي أمي، لا أستطيع أن أجد أما أخرى. وحمل أمه على كتفه ومضى إلى الشاطئ، وترك وراءه أبناءه وزوجته يغالبون الموت. ترى هل أخطأ الرجل أم أصاب؟ تحت عنوان ما تقولش لحد، راغب بك عطية. تنبأ أحد المنجمين شخصيا، تنبأ أحد المنجمين للمرحوم راغب بك عطية بأنه سيموت بمرض القلب في شهر أغسطس، وقد توفى رحمة الله رحمه الله بمرض القلب في الأسبوع الماضي، يعني في يناير مش في أغسطس زي ما أنا كنت حاضرها مثلا عن حوالي كذا عام، لكن الصحفي كاتب عن حوالي 1500 فدان في أجود أراضي القطر المصري. كان راغب بك من السياسيين القلائل المحبوبين من جميع الأحزاب السياسية، ثم أدخل. لم يستطيع الدكتور ماهر باشا الاشتراك في تشييع جنازة الفقيد لأنه كان ملازم للفراش. يعني حتى احنا لو جينا نحلل الخبر ده، طيب هو تنبأ له قال له انت هتموت في أغسطس، مات في يناير. طب مات ما ذكرش عن كام عيل، عن كام زوجة، عن كام معرفش كام سنة، عن 1500 فدان. صحفيين زمان دول كلام معقول. يقول أغنياء قنا إن فرض الضريبة التصاعدية الزراعية على الأغنياء من سكان قنا وأسوان، وكأن في هناك قانون تم تفصيله على أغنياء قنا وأسوان، معناه عدم إشراك الأغنياء في بقية بلاد المملكة في هذا الواجب الإنساني، في حين أن ثرواتهم لم تتضخم إلا بفضل عمال هاتين المديريتين الذين يعملون في مزارعهم. واضح أنه طبعا مرتبط بمسألة، يبقى ده واضح أنه قانون ضرائب لفترة معينة لمدى معين. ذاك الراجل كاتب عليه كلام معقول، يعني الحكومة بتجازي أو بتكافئ أغنياء هذين المديريتين. القرى الموبوءة. ثبت أن ناموسة الجامبيا ملاريا تضع بويضاتها على النباتات التي تعيش على ضفاف النيل، ويحملها التيار معها، ويعللون ذلك بأن القرى التي أصيبت بالملاريا أولا في مديرية قنا هي التي تقع على النيل مباشرة. تحليل إيه منطقيته ليه؟ الله أعلم. هو يعني المياه جارية، اللي احنا نعرفه من زمان ان الملاريا بتبقى على المياه الراكدة. 30 لـ50 جنيه. تبارى شيوخ ونواب وأعيان الجيزة في التبرع لمنكوب الملاريا بقنا وأسوان أثناء تشريف جلالة الملك لمدينة الجيزة، حيث أدى فريضة الجمعة. كان النائب المحترم محمود دياب قد تبرع بـ30 جنيه، وعندما انتهت الصلاة قيل أن كل من تبرع بـ50 جنيه فأكثر مدعو لتناول طعام الغداء على المائدة الملكية. عندما سمع النائب المحترم هذا صاح: مين اللي قال ان انا متبرع ب 30 جنيه؟ انا اتبرعت ب 50 جنيه. يعني حتى التبرع مش لوجه الله، لا، من اجل الحصول على مكان في اما السيد جلال الراجل اتبرع ب 1000 جنيه، ده هياخد ترابيزه بقى بكراسيها كلها. بالارقام، تبلغ المساحة المزروعة في مديرية أسوان 145,000 فدان، منها أكثر من 74,000 فدان ملك لـ16 شخص، ويدخل في ذلك ما تملكه شركة كومومبو
وقدره 65,000 فدان، ويوجد 19,700 شخص، 19,700 شخص يملكون نصف فدان، و7,800 شخص يملكون من نصف فدان إلى فدان، و أربعة وسبعين ألف شخص يملكون من فدان إلى فدانين، وأربعة وثلاثين ألف شخص يملكون أكثر من فدانين. يعني لو احنا حتى قعدنا نجمعهم أدي 19,000 و78,000، يعني حوالي 90,000، وأربعة وسبعين أدي 150,000 شخص، و34 يعني حوالي 200,000 بني آدم بيملكوا من نصف فدان لاتنين فدان، و16,000 شخص، و16 شخص بيملكوا 74,000. دي عايزة دراسة اجتماعية. في قنا وأسوان نشرنا في العدد الماضي كل كلمة بإمضاء ابن البلد تحت عنوان جيش من النساء عن جهود بعض سيدات الطبقة الراقية في هذه البقاع. أساء بعضهم في عما عسى أن يعانيه من صعوبة التفاهم مع هؤلاء المرضى، يعني الناس اللي راحت عشان تعالج النساء اللي جات على الصعيد في مشكلة في صعوبة التفاهم. وقد أساء بعضهم فهم عبارات وردت في هذه الكلمة عن فقراء قنا وأسوان: لسنا في حاجة إلى توكيد احترامنا لأبناء هذا الإقليم الذي نشأت أول مدنية في ربوعه، والذي اشتهر أبناؤه بالإباء والشهامة، وأورثهم إقليمهم خشونة في اللهجة لا يضيرهم أن يباهوا بها. مما يؤكد هذا أن كاتب هذه الكلمة صعيدي من مديرية قنا، وما كان الباعث عليها إلا أن يقتدي أبناء بهؤلاء السيدات في إعانة هؤلاء المنكوبين. ودوروا على مين اللي كتب المقال ده. أول من ركب الموتوسيكل عثمان محرم باشا، يقول أنه أول من تعلم ركوب الموتوسيكل في مصر تعلم، وقد اشترى موتوسيكل سنة 1904، وكان يركبه بين إعجاب الناس ودهشتهم. هو الوحيد اللي راكب حصان ميكانيكي. آخر ما نأتي ونختم به الحلقة شيء عن اليمن لمناسبة اشتراكها في المشاورات العربية. بقى اليمن في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة، عاصمتها صنعاء. اليمن من البلاد القديمة تاريخيا ثلاثة، كانت إلى الحرب العالمية الماضية اللي هي الحرب العالمية الأولى ولاية عثمانية، سلخت منها منذ 1839 من عدن والإمارات العدنية المحمية تحت سلطة بريطانيا وحكومة الهند، والباقي مملكة مستقلة يحكمها جلالة إمام اليمن. إحصاء السكان غير دقيق، بين 5 ملايين و7. ثلث سكان اليمن شيعة، عشرهم يهود، الباقي سنيون شافعي المذهب. ينتشر اليهود في اليمن إنما في أحياء منعزلة، يؤدي الفرد منهم جزية لا تتجاوز الريالين، وهم درجوا على إرخاء العارضين ولبس أزياء خاصة ذات لون أسود أو ما يماثله، وممنوعون من حمل السلاح وركوب الخيل، ومحتكرون تقريبا الصناعة والتجارة، يعيشون في سلام تام. إذا قابل اليمني أحد السادة أي المنتسبين إلى بيت النبي هوى على ركبتيه ويديه بالتقبيل، وكل ابن لجلالة إمام اليمن هو سيف الإسلام.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد ونهاية الحلقة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، رأينا معا أن من يقرأ الماضي بصورة صحيحة يرى حاضره بصورة أوضح. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء قادم على أرض جديدة من بلاد طيبة.